ثمن معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب التوجيهات الملكية السامية لجلالة عاهل البلاد المفدى حول أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل تحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار. نرفع أسماء آيات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية بأهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعادة هيكلة الدعم للمستحقين، وألا تكون هناك زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين، وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية والإدارية من ذلك. نؤكد في مجلس النواب حرصنا جميعا لمضاعفة العمل وتعظيم الإنجاز من أجل مصلحة الوطن والمواطنين في ظل الرعاية السامية لجلالة العاهل المفدى. كما أود الإشادة بالتعاون الفاعل مع الحكومة الموقرة، لدينا لجنة مشتركة تبحث هذه اللجنة الأمر بكل تفاني وإخلاص وتنسيق، وتجتمع تقريبا شبه يوميا في مجلس النواب بين الحكومة وبين لجنة مشكلة من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأيضا هناك لجنة فنية منبثقة من لجنة الأم أيضا تقوم بالاجتماع بين يعني في جدول لها زمني، وإن شاء الله خلال فترة وجيزة سيتم الانتهاء من هذا العمل. طبعا التحديات الاستثنائية التي تمر بها دولنا تستوجب التعاون والتفاهم من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.